إبراهيم محمد عبد الرؤوف، 22 سنة، طالب، اللي حصل امبارح خارج من المستشفى عند ماما الساعة 4 الفجر. واحد لابس بدلة كده سألني، يقول لي معاك ولاعة؟ فقلت له بطلع له الولاعة، لقيت واحد جه من ورا وقعني على الأرض، اشتغل فيا ضرب عشان أنا كنت مقاوم معاهم، لغاية ما ركبونا عربية، وورا العربية معرفش حطوا لي إيه عند بركلي كده، نام فوقت حوالي بعد ساعة، كانت في إيدي، كانت الساعة 5 الا ربع، في مكان غريب جدا، جوا بقى ضرب وإهانة وشتيمة، ألفاظ بشعة. كان ماسكين رجلي اللي هما متأكدوا إن أنا اتضربت فيها، مش قادر أحركها طبعا، بيدوها عشان خاطر أجاوب على الأسئلة بتاعتهم. أسئلة بقى، أنت ممول، مين بيمولك، تبع أنهي جماعة، مين بيقعد معاك، عايزين نقول على أسماء الناس اللي معايا، لغاية ما دخلوني بعد 4 ساعات كده المكتب، راجل مكتب واحد تاني على المكتب دوت، خد التليفون يقلب فيه شوف الأرقام، قالوا لي أسماء ناس تعرفهم ما تعرفهمش، لا مش فاكر، إن أنا ما كنتش أعرف أي اسم من هم، قالوا لي مين بيمولك، عايزين يصوروني باعترافات عندهم، عايزين أنا أعترف بيها نفس اللي حصل مع الناس اللي إن أنا بقبض فلوس، إن أنا قاعد هنا ممول، حد بيديني أجبرني إن أنا أقعد، إن في تحرشات جنسية في الميدان، إن في ناس بتشرب حشيش وكده، إن إحنا جايبين بلطجة تحمينا، إن اللي بيحدف من الطوف والحاجات دي العيال الصغيرة دي، إن إحنا برضه نجبرهم إن هم يقعدوا غصب عنهم، نخطف بنات، العساكر ده إحنا اللي بنضربهم، إحنا اللي بدأنا الضرب في مجلس الشعب، إحنا اللي ولعنا. طبعا انا رفضت اعترف باي حاجه من ديت، الاولى بس ان انا عندي واحد اعرفه في وزاره الدوله، كبير هو اللي خرجني من الشغل دي، خرجت منها 9 10 صبح.